السلام عليكم. ساعات تفصل العالم عن أول تدحرج للكرة في نهائيات كأس العالم فوق عشب عربي، في حدث تاريخي بكل المقاييس، وهو ينظم في دولة قطر العربية. وليس الحدث تاريخيا لأنه يقام للمرة الأولى على أرض عربية، وإن كان الأمر حقا كذلك، وإنما لأنه سبق بما يبدو أنه حملة منظمة وممنهجة تقودها دول أوروبية عدة، من بينها ألمانيا وإنجلترا والدنمارك، تقوم على التنقيص من قطر باستعمال ورقة حقوق الإنسان تارة، والطقس الحار تارة أخرى، والتشنيع عليها بسبب قوانينها غير المتوافقة مع ظاهرة الشذوذ الجنسي. هذه الحملة التي بدأت ومن ثم تكثفت قبل أسابيع من انطلاقة البطولة لم يرى العالم شيئا منها قبل 4 سنين في مونديال روسيا، التي لم يفز الشاذون جنسيا بحظ من قوانينها وتشريعاتها. مونديال قطر 2022 الذي ينتظر أن يكون تظاهرة كروية عالمية بملامح عربية هو مادة الحوار في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، وفيها نتوقف مع أبعاد الحملات الدعائية على قطر وكيف تعاملت الدوحة مع هذه الهجمات الإعلامية، ثم نختم حديثنا بالتطرق إلى المنافع الحضارية والثقافية المنتظر أن يجنيها العرب وفي القلب منهم اليوم قطر من وراء هذه الحملة. أهلا بكم. منذ فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 لم تتوقف حملات التشكيك في قدرة الدوحة في استضافة هذا الحدث العالمي تحت عناوين منها حقوق الإنسان والديمقراطية أو المناخ. مصادر هذه الحملات العنصرية تبدو أنها من أوساط رياضية إعلامية غربية ليس بوسعها قبول فكرة تنظيم دولة غير غربية أو لاتينية حدثاً عالمياً بهذا المستوى، وذلك بعد أن تغلبت قطر على الولايات المتحدة باستضافة المونديال وفازت 14 صوتاً مقابل 8 للملف الأمريكي قبل 12 عاماً. دعوات المقاطعة الغربية خاصة الأوروبية منها أكدت الإصرار على سياسات الهيمنة والاستعلاء والعنصرية ضد العالم العربي والإسلامي ومواصلة احتكار تحديد المعايير والقيم التي يجب على العالم السير عليها وانتهاك القيم الأخلاقية والثقافية والحضارية للأمم الأخرى. الموقف الرسمي للعرب عموماً والخليج خاصةً كان داعماً وبقوة لقطر بعد انتهاء الأزمة الخليجية، وتمثل بموقف مجلس التعاون الخليجي من تصريحات الوزيرة الألمانية، إذ عبر أمينه العام نايف فلاح مبارك الحجرف عن دعم دول الخليج لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية. شعبياً تفاعل العرب مع قطر وجهودها في تنظيم المونديال، وقام ناشطون وإعلاميون عرب بحملات كبرى لدعم أشقائهم القطريين، وكان واسم أنا عربي وأدعم قطر رداً على حملات التشويه التي تستهدف المونديال المرتقب، ما يعكس حالة تضامنية عربية نادرة يمكن البناء عليها في قضايا عربية أخرى تمثل تحدياً كبيراً للبلاد العربية. نجاح قطر المأمول في تنظيم مونديال مميز سيكون له دور كبير في كسر الصورة النمطية التي رسمها الاستشراق عن البلاد العربية الإسلامية، ويمكن من خلال نجاح الدوحة في تنظيم الحدث العالمي أن تقدم النموذج العربي الحضاري للعالم والتصدي لحملات التشويه والإسلاموفوبيا التي يتعرض لها عالمنا العربي والإسلامي. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو الأساتذة مع حفظ الألقاب طبعاً علاء الدين شريف الإعلامي الرياضي وماجد عزام الباحث والإعلامي، كما يشاركنا الحوار عبر سكايب من الدوحة صالح غريب الإعلامي القطري. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ في الاستوديو أستاذ علاء، الأصل في مثل هذه المناسبات الكبيرة أن تنشغل المنتخبات المشاركة وإعلاميوها ومسؤولوها بالاستعدادات اللوجستية وجهوزية الدولة المضيفة وبجهوزية منتخباتهم وفرقهم والاطمئنان عليها وخلاف ذلك، لكن كثيرا من الدول الأوروبية حقيقة منشغلة بأمر آخر، وهو لماذا أسند الفيفا القرار الخاطئ كما تسميه تنظيم كأس العالم إلى قطر،
وأشياء من هذا القبيل. هل من تفسير لهذا الميل عن الفكرة الأساسية؟ صحيح. أهلا بحضرتك في البداية أستاذ جاد، وأهلا بالدكتور ماجد، وأهلا بالأستاذ صالح، وأهلا بالسادة المشاهدين، وبالتحديد أهل العراق الكرام والأمة العربية والإسلامية عموما. طبعا هناك حالة كبيرة من الحقد والغيظ عند بعض من البلدان الأوروبية، اللي طالما شفنا انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان أثناء الحقبة الاستعمارية لكثير جدا من الدول العربية، والآن بيتكلمون عن حقوق الإنسان بالرغم أن احنا شايفين قطر ومجهوداتها الكبيرة اللي بتبذلها من أجل تنظيم حدث عالمي. بلا شك كل الأنظار مع قطر وإحنا لدينا ثقة والعالم أجمع. أستاذ علاء، عندما تقول تصل إلى النتيجة مباشرة من أول الحديث في رأيك طبعا أن الأمر مرتبط بحقد، يعني ليس هذا حكما على النوايا؟ وربما يقولون لك بأن هذا خطاب يعني غير 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 يعني مرتبط بحججهم ومقارباتهم لما ينبغي أن تكون عليه الحال في قطر. سريعا يقولون أنه وصلت إلى النوايا، فماذا يمكن أن يقال؟ جميل نقطة حضرتك. في البداية كأس العالم أقيم في عام 2010 في جنوب أفريقيا، وكان وقتها كتير جدا من المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم للقارات قبل انطلاق البطولة كانت بتتكلم عن انعدام للحالة الأمنية في جنوب أفريقيا، وهي أيضا من دول العالم الثالث، ومع ذلك لم تشهد البطولة أي انتقادات. النقطة الثانية، في عام 2014 في البرازيل كان هناك مظاهرات حاشدة من جانب العمال البرازيليين، وحتى كان هناك اشتباكات قوية مع الشرطة، وكان هناك إصابات عديدة واستخدام من قبل الشرطة لقنابل غاز مسيلة للدموع ولرصاص المطاطي، والصحافة الإنجليزية والجارديان ما اتكلمتش ولا الصحافة العالمية اتكلمت، بل إنه في عام 2018 روسيا وفلاديمير بوتين كانوا هم اللي بيحتضنوا المحفل العالمي، وحتى في 2014 قبل 4 سنين من تنظيم موسكو للبطولة العالمية وسان بطرسبورغ كان وقتها بوتين في القرم، وقتها ما اتكلموش عن ديكتاتورية بوتين أو عن حالة القمع الكبيرة اللي بيعيش فيها الشعب الروسي. لكن سبحان الله، لكن قد لا يكون الأمر مرتبطا بمشاعر حقد من عدمه بقدر ما هو مرتبط مثلا بمسائل أخرى، أن دولة روسيا والبرازيل دولتان كبيرتان ربما تربطهما مصالح اقتصادية وسياسية معينة لا تستطيع من خلال هذه الدول الأوروبية أن تقاوم أو أن تشنع على روسيا أو البرازيل، بينما قطر ربما في مفهومهم دولة صغيرة المساحة، وبالتالي يمكن تمرير هذه الاتهامات لأسباب ربما تكون من هنا أو من هناك. يعني ماذا يمكن أن يقال؟ يزنهم لديهم ازدواجية في المعايير ناهيك عن أنه تلك الاتهامات باطلة، ورد عليها المسؤولين القطريين سواء السيد ناصر الخاطر رئيس لجنة التنفيذية المشرفة على بطولة كأس العالم، أو السيد حتى محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية القطري، أو العديد من المسؤولين القطريين اللي فندوا هذه الاتهامات وتحدثوا عن أرقام وهمية بتطلع من قبل كتير جدا من الصحف الأجنبية وبتتحدث عن وفيات بالآلاف للعمال، ما فيش أي دليل عليها أو أي دلائل وبراهين تشير إلى صدق هذه الإدعاءات. ودولة قطر بتكلم على أرض الواقع من خلال المنشآت، من خلال حتى ما قدمته للعمال من تسهيلات، وحتى لا قدر الله طبعا لو في حوادث أليمة نتج عنها وفيات بالنسبة للعمال خالص تعزينا ليهم، دولة قطر اتكلمت وقالت ان هي صرفت مبالغ تعويضية، لان هي بتعمل منشآت بنية تحتية كبيرة جدا. ده فيما يتعلق بحقوق العمال، ناهيك قطعا ان احنا بنتكلم عن حقوق الشواذ او بين قوسين المثليين، واللي دي طبعا ما ترضيش اي صاحب فطرة او قيم إنسانية، وده امر حقيقي لاول مرة بنشوفه في بطولة عالمية. عمرهم ما اتكلموا في كأس العالم عن شواذ او مثليين، فقط عشان بيقام في دولة إسلامية عربية، ويبدو بأنه اللوبي ده بيحاول أنه يدخل من خلال كرة القدم ومن خلال البطولات الكبرى زي البريمير ليج الإنجليزي أو الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الكبيرة، عشان كده بنلاحظ أنه في هجمة شرسة. لكن اللافت هنا أسأل الأستاذ ماجد، اللافت أنه يعني منذ 10 أعوام الغربيون يعرفون بأن قطر ستضيف البطولة، مع ذلك لم يبذل جهد ذو شأن أو يذكر أو من هذا الثقل والكثافة كما هي الحال منذ بضعة أسابيع. لماذا استيقظت أوروبا الآن على حقيقة أن الفيفا اتخذ قرارا خاطئا بإسناد النهائيات إلى قطر برأيك؟ أولا مساء الخير لحضرتك. أهلا وسهلا صديق العزيز وتلميذ النجيب علاء، لضيوفك والسادة المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنه من بداية إعطاء قطر حق تنظيم المونديال كان هناك النقاش، وكان هناك نقاش يعني في جزء منه ذات طابع عنصري،
لدولة عربية إسلامية، وفي أو جزء منه موضوع. يعني أنا عندما أسمع مدرب هولندا لويس فان جال يتحدث أنه تنظيم ممتاز لكن هناك مشاكل في الإقامة لأصدقائه، أو أنه ما كان يجب أن يتم منذ البداية يتحدث، أنا أفهم أن هذه قناعة يجب الرد عليها، لكن الأمر ليس كذلك عند الجميع، لأنه في من الناحية الأخرى رد عليه حارس كابتن منتخب فرنسا حارس مرمى توتنهام وقال أنه نحن يجب أن نحترم البلد التي نذهب إليها. لكن هناك أمرين مهمين في الحملة ضد قطر، طبعا احتدادها أو احتدامها لأن الحدث اقترب، هذا منطقي، يعني أنا لا أستبعده أو لا أستغربه، كلما اقترب الحدث سيكون السجال أكثر، وتعرف أنه منذ أسابيع منذ شهور حتى المونديال هو الحدث. لكن ما الفائدة من هذا التصعيد في يعني الأسابيع الأخيرة؟ هذا يعيدنا أن هناك شيء عنصري يتعلق بقطر كدولة عربية وإسلامية، هناك تعالي في النقاش، ليس هناك ذا موضوعية في نقاش أنه هل قطر أي كانت دولة صغيرة أو كبيرة هل ستنظم مونديال جيد، حتى أنه معظم اللي الآن موجودين منهم أصدقائي ممكن منهم مدربين وصحفيين أجانب ولاعبين كبار يتحدثوا عن تنظيم رائع. يعني النقاش ليس هل قطر تستطيع بغض النظر عن أنها صغيرة أو كبيرة هل تستطيع أن تنظم مونديال على مستوى الحدث، لكن هذا النقاش تجاه قطر كان جزء من صمصي. لكن أنا حزين وآسف وغضبان أسفة إنه الحملة ضد قطر ليس فقط عنصرية، جزء منها حسد وغيرة من خصوم قطر في المنطقة. موجود في المعايير الدولية هذا الحسد والغيرة؟ لا، موجود في الحسد والغيرة عندما يكون عندك إمكانيات. يعني أنت ربما تستغرب أو لا تعرف مثلا أن الحملة ضد جاليات عربية وإسلامية في دول أوروبية متورطة فيها دولة عربية تدفع ملايين. يعني في بلجيكا أنا أعرف بالأسماء معاهد ومراكز دراسات ممولة من دولة عربية وإسلامية لكي تشوه. لكن هذا في السابق، ربما الآن وقع الصلح منذ أيام. لا، منذ أيام تحدث حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق وقال أن هناك أقرباء لنا هم في جزء من هذه الحملة، أو أنه لا يريدون للمونديال أن ينجح للأسف. يعني حتى لكن هؤلاء الأقرباء أستاذ ماجد يعني مستفيدون اقتصاديا من تنظيم البطولة في قطر، ستعود عليهم فوائد وفنادق وحجوزات وسياحة. صحيح، لكن هم أصلا يعتبروا أنه ما عندهم مشكلة اقتصادية، وأنه العائد الاقتصادي بالنسبة لهم عندهم ملايين ومليارات لا تعني لهم شيئا أمام الحسد والغيرة وأمام النجاح القطري. يعني تعرف أنه في وضع طبيعي مثلا كأس العالم القادمة ستنظمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دول مجاورة، نافسوا المغرب والمغرب كانت وحدها وتعرضت لحملة. تخيل أنه جاريد كوشنير في مذكراته قال أنه أنا عملت تعبئة من دول عربية وإسلامية للتصويت ضد المغرب، وصوتت العديد من الدول العربية صوتت ضد المغرب. لكن في الوضع الطبيعي اللي يجب أن أنظر إليه كباحث أنه مقابل المكسيك وكندا وأمريكا كان يجب أن تكون الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، وفي قطر في وضع طبيعي، لأنه للأسف نحن في العالم العربي بعيدين عن المؤسسات، حتى الجامعة العربية للأسف أنا حزين الجامعة العربية تشظت، حتى مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة لا يقوم بعمله كما ينبغي، لكن كان يفترض أن يكون التنظيم جماعي. أنت تعرف أنه كأس الأمم الأوروبية الأخيرة اللي كانت 2020 وتم تأجيلها إلى 2021 تعرف في كم مدينة وفي كم دولة نظمت؟ في 11 دولة مدينة و11 دولة أوروبية. نعم. يعني للأسف الوضع العربي غير جيد. الوضع العربي هذا أستاذ ماجد سنبحثه ربما في المحور الثاني، ماذا فعلت الدول العربية لمواجهة هذه الهجمة التي بدت أنها منظمة، وهو في الحقيقة يعني بشكل موضوعي هو مونديال العرب جميعا ليس مونديال قطر. الجامعة العربية طلعت بيان بلاغ. نعم. منيح يعني. نعم. في اجتماعها الأخير يعني. دعني أنتقل إلى 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 الدوحة لأسأل أستاذ صالح، أجدد الترحيب بكم. دعوات حقيقة يعني أستاذ صالح، دعوات خطيرة يعني وصلت على ألسنة كبار المسؤولين الأوروبيين منهم وزيرة الداخلية الألمانية وعدد غيرها من المسؤولين الأوروبيين، يهاجمون بقطر بشكل واضح، يتنقصونها، يمارسون ضغطا عليها، دعوات إلى مقاطعة المنتخبات البطولة أو عدم إرسال شخصيات سياسية ودبلوماسية كبيرة إلى قطر من باب الضغط على قطر. كيف يفهم هذا الضغط الكبير؟ هل أريد الضغط على قطر أم الضغط على فيفا برأيك؟ اولا اهلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم ومع الصديق الاستاذ علاء والاستاذ ماجد، ويعني ان اكون معكم في هذه الحلقه. قبل 3 أيام من انطلاق البطوله وافتتاحها يوم الاحد القادم ان شاء الله، كل امور ابشركم ان كل امور طيبه، ولم نلتفت الى هذه الحمله الشرسه التي مع الاسف تقودها دوله عربيه شقيقه لنا
وليس من الآن، يعني سواء كان خلال الأزمة الخليجية كما ذكر الدكتور ماجد، ولكن من الأزمة الخليجية كانت هناك تصريحات واضحة من المسؤولين في تلك الدولة أنه يريدون سحب ملف كأس العالم، وسعوا حقيقة ولكن لم يتحققوا من ذلك. لكن لماذا الآن هذه الحملة؟ الآن يعني هذه الدولة وجهت بعض الصحف، بعض المنظمات الحقوقية، بعض الدول، بعض المسؤولين. الآن يروج إنه شاكيرا اعتذرت نتيجة الدفع لها، يعني كل الأمور حقيقة أصبحت الآن. أستاذ صالح، ما الهدف، ما الهدف الجوهري من وراء هذا الضغط؟ ما الذي يسعى الضاغطون إلى تحقيقه من وراء هذه الحملة التي يبدو أنها ممنهجة ومنظمة ويكاد يكون متفقا عليها؟ صحيح، كما ذكر أمير قطر في كلامه أو في كلمته في افتتاح مجلس الشورى المنتخب قبيل أيام، أنه تفاجأنا بحملة شرسة وممنهجة ضد دولة قطر طوال الفترة الماضية من 2010 حتى الآن. هي كانت حملة شنتها بعض الصحف مثل الجارديان وغيرها، يعني قبل أن تبدأ قطر في إنشاء الملاعب ذكرت الجارديان أنه 6500 عامل توفوا، وهو العدد دائما سواء كان يذكرون الإخوان أو نحن المتابعين كإعلاميين وكمحللين عندما نطلع على القنوات لدينا كل المستندات التي تشير إلى يعني أو نرد على هذه الحملات. لكن مع الأسف هؤلاء يعني لا يلتفتون. الآن تركوا حقوق الإنسان وتركوا كل شيء ولجأوا إلى قضية المثلية، أو أنه لا يسمح بدخول قطر، يعني قطر لن تسمح لهم بدخول. قطر لم تمنع أحدا، مرحبا بالجميع، لكن عليهم أن يحترموا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا كما ذكر أمير قطر. أيضا في المجمل أيضا أمير قطر في افتتاح أستاذ خليفة الدولي عندما تم إعادة ترميمه من جديد أيضا قال أنه هذه البطولة ليست فقط لقطر إنما لكل العرب. الآن العرب كلهم مستفيدين من هذه، سواء كان من خلال الجماهير التي سوف تكون متواجدة سواء كان في الأقليم الخليجي أو في الدول العربية. من يريد أن يختار مصر على سبيل المثال أو أي دولة عربية أخرى ممكن أن يقيم في تلك الدولة ويأتي. نعم أستاذ صالح، يعني حديثك عن الرغبة الكامنة وراء هذه الحملة التي مارستها الدول الأوروبية بدا واضحا، يعني واتضحت الصورة. فيما يتعلق بموضوع الفوائد التي أفردنا لها محورا خاصا في آخر الحلقة سنتحدث عنها بشيء، لكن أؤكد أيضا تفضل. أستاذي يعني مثل ما قال أيضا الأستاذ ماجد قضية أنه حقد، يعني كيف دولة عربية صغيرة، دولة إسلامية، دولة عربية تناطح بريطانيا وأمريكا في تنظيم كأس العالم؟ يعني كأس العالم تعرف لا 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 مكان حتى في الوجدان العربي. وبالتالي فهنا يعني مع الأسف احنا اللي يؤلمنا، انا اتكلم كمواطن قطري خليجي، انه يعني تكون الحملة هذه من دول عربية او دولة عربية شقيقة لنا تقوم بهذه الحملة. يعني الآن يروج انه تم شراء عدد من التذاكر يعني لي 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 لإفشال الحضور الجماهيري، انه حتى لما ياتي يعني النقل التلفزيوني ويشاهد الملاعب خاليه كانه هو فشل لقطر. انا اعتقد هذه يعني وسائل فيها حقد وكراهيه سواء كان لدوله قطر ولدور قطر في المجتمع الدولي، يعني سواء كان في افغانستان في أستاذ صالح، دعني يعني ربما لأنني يجب أن نذهب إلى فاصل، لكن قبل الفاصل دعني أنتقل مرة أخرى إلى الاستوديو لو أذنت لي أستاذ علاء. يعني بعيدا عن البعد النفسي، مسألة نفسية عند الأوروبيين أو بعض ما قاله حتى بعض المسؤولين أو المثقفين أو الكتاب الأوروبيين بأنه ظهرت حالة الاستعلاء المرضية عند الأوروبيين وهذا بأقلام غربية،
بعضهم تحدث عن هذا. بعيدا عن هذا الجانب، ثمة من يربط هذا الموضوع، الموقف الأوروبي، بموقف قطري أصيل رفض فيه القطريون تزويد أوروبا بالغاز على خلفية الحرب الآن القائمة في أوكرانيا. إلى أي مدى يمكن أن يكون البعد سياسيا أو اقتصاديا في هذه المسألة؟ هو من الواضح أن كل الأبعاد والخيوط متدخلة الآن، يعني حتى فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية شفنا استبعاد المنتخب الروسي نتيجة هذه الحرب. فبلا شك أنه أكيد أي قرار هيتخذ من قبل القطريين في هذه المسألة هيؤثر بلا شك على مثل هذه الحملات اللي تخلي صحيفة فرنسية ترسم المنتخب القطري وكأنه منتخب داعشي وترسمهم ممسكين بالأسلحة. الأمر ده بعيد كل البعد عن القيم الرياضية. تطرف في الحملة، يعني في الحملة تطرف وصل لأبعد درجة من قبل فرنسا اللي يخلي حتى مدن فرنسية مارسيليا، ستراسبورغ، باريس إنها تمنع عرض بطولة كأس العالم على شاشاتها الرئيسية في تقليد كان متبع من قبل الفرنسيين. ده بيدلل قد إيه إنه ماكرون والإدارة الفرنسية لديها حالة كبيرة من الخوف إنه تظهر قطر بمظهر مشرف. ثانيا هناك أمر مهم جدا، هم دايما بيلعبوا على الصورة النمطية والصورة الذهنية المتخذة عن العرب. هم أصلا في برا ما يفرقوش ما بين القطري والمصري أو القطري والعراقي أو السعودي والإماراتي، كلهم عندهم لوكشة واحدة زي ما بنقول، عربي مسلم، واخديننا كأننا بقى بنعيش في الجمال في الصحراء متخلفين همج، عندنا تعطش لسفك الدماء. هيعرفوا ان الصورة دي الذهنية دي هتبقى كاذبة وباطلة لما قطر بإذن الرحمن تنجح وتبهر العالم بتنظيم أفضل مونديال على مر التاريخ. رونالدو الأسطورة البرتغالية صاروخ ماديرا وهو بيتكلم النهاردة وبيقول أنا عندي ثقة بأنه قطر هتنظم أفضل مونديال في التاريخ لأني شايف استعدادات رهيبة. أعتقد بأنه اللاعبين الإنجليزي اللاعبين الفرنسيين اللي وصلوا للدوحة واللي بيقوموا دلوقتي بتدريباتهم هيعرفوا الحقيقة وهيعرفوا أنه إعلامهم كان بيكذب عليهم، وأن الواضح أنه في أغراض دايما بتتخذ من قبل الحملات الإعلامية دي عشان خاطر أهداف يوصلوا ليها. يمكن حضرتك ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية وهي بتتكلم وبتشير بنوع من العنجهة والتطرف وبتقول إزاي تسمحوا لدولة زي الدول دي أنها تحصل على حق تنظيم بطولة كأس العالم. لكن أعتقد بأنه أمير قطر ودولة قطر الآن أصبحت لهجتها عالية. يمكن في البداية كانوا بيتكلموا أنه ده نقد إيجابي أن إحنا نستفيد من هذا النقد في التطوير، لكن في النهاية لابد بقى من وقفة. وعشان كده صحيفة قطرية ردت أيضا برسم كاريكاتيري واتكلموا عن أنه منتخب فرنسا هو زي الإرهابيين القتلة بيذكروا بالاستعمار حتى الفرنسي. لا نقفز على المحاور ونستبق الحديث، نواصل حديثنا هذا بعد وقفة قصيرة. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آدارا وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن مونديال قطر 2022 وتعامل الدوحة مع الحملات الهجومية ضد ضيافتها للبطولة. أستاذ ماجد،
التطرف الذي وصف به من قبل مراقبين عرب وأوروبيين، هذه الحملة، الوصف الذي أطلقوه على هذه الحملة كان واضحا منه استنتاجا أن ربما هناك هدف حقيقي وهو إرباك قطر في الساعات أو اللحظات الأخيرة قبيل ضيافة البطولة. إلى أي مدى، يعني إذا ما كان هذا الهدف من ضمن الأهداف الموضوعة، إلى أي مدى نجحوا في تحقيق أهدافهم؟ يعني أولا في السؤال الاقتصادي اللي كان لعلاء، الأزمة الغزو الروسي والحرب الروسية المجنونة ضد أوكرانيا صار لها كم شهر، بينما الحملة ضد قطر ضد تنظيم المونديال صار له سنوات، هذا عامل صغير، وكان أريد به أنه يغطي على الأهداف الحقيقية. الأهداف الحقيقية هي عنصرية، يعني يجب أن نتذكر أنه مثلا دولة مثل المكسيك بس لحد 2000 نظمت المونديال مرتين، 70 و86، حتى مرتين في 16 سنة، وبعد ما بدأ التوسيع أو التمدد أو أنه هناك مناطق أخرى يجب أن تنظم المونديال كان في 2002، على فكرة كوريا واليابان كانوا في 2002 في آسيا، ثم في 2010 على جنوب أفريقيا. يعني كان منطقي أنه الكتلة العربية الكبيرة أو الكتلة العربية الإسلامية أنه لابد أن تنظم المونديال. قصة الاقتصاد طارئة وكان أريد بها، يعني أصلا صار لها كم شهر الحملة إلا سنوات. الغرض جزء، لكن التكثيف حصل مع موضوع الغاز، التكثيف حصل مع اقتراب المونديال، يعني كان سنرى هذه الحملة حتى لو لم يحدث الغزو، التكثيف كان حصل مع اقتراب المونديال، واحد اهدافه كان هو الضغط فعلا النفسي على قطر ومحاوله اعطاء انطباع انه المونديال لن يكون حلم ولن يكون هذا مونديال تاريخي، بما انه في اول مره في دوله عربيه اسلاميه. طبعا في قصه الحرب تم حلها مش بس انه المونديال سيكون بالشتاء، هناك ملاعب مكيفه وهذا امر يعني في حتى تقدم تكنولوجيا وفي تعاطي مع المياه، لكن حتى في الشتاء وموعد مناسب هلا الجو في قطر مناسب. الهدف الحمله كان غير منها انه في ناس اوروبيين عنصريين لم يريدوا لدوله عربيه اسلاميه، لكن الأهداف أبعد من ذلك، كان هناك محاولة لإبخاس في الفكرة. طبعا مهم جدا أنه دولة عربية إسلامية، يعني حتى مصر ما استضافت السعودية حتى المغرب، مهم جدا كان تبخيس الفكرة في السياق العربي الإسلامي العام وفي السياق القطري. ثم هناك محاولة القول أنه لن يكون إنجاز، يعني حتى شو يعني إذا قطر نظم المونديال، هذا مش إنجاز كبير للعرب والمسلمين. الأمر الآخر لا يريد النيل من التنظيم، يعني نتحدث عن تنظيم رائع حتى الآن بكل المقاييس. نعم. وإذا فرض المنطق نفسه حتكون بطولة تاريخية أو بطولة استثنائية أو بطولة مميزة. نعم. يعني كان أول الغرض طبعا جزء منه كان ابتزاز ضد قطر، وهذا امر ما لازم ننساه، والعكس هذا كان لازم يكون صلب النقاش. قيل لقطر اكثر من مره اذا لم تنصاعي او تقدمي تنازلات في عز الازمه الخليجيه ستمسح بالمونديال منك، يعني كان جزء منه ابتزاز لقطر للحصول على تنازلات سياسيه، جزء منه كان محاوله القول انه هذا مش انجاز كبير لا للعرب ولا المسلمين ولا لقطر، ثم جزء منه محاوله يعني خلق حاله نفسيه انه مش حتشوفوا شيء كبير في قطر، مش هيكون تنظيم رائع ولا شيء، يعني العوام متداخلة والموضوع. طيب. العنصري تم تأجيجه، وأنا أتحدث عن معلومات وغير استنتاجات، يعني أي ذي بصر في عينيه حيستنتج، لكن في معلومات تم تأجيجه عبر شراء صحف ومراكز دراسات وإعلاميين للضخ ضد قطر حتى من الزاوية العنصرية، رغم أنه لما نتحدث عن عرب ومسلمين بمولوا عرب ومسلمين، لكن للأسف كان النيل فقط هو النيل من قطر. نعم. تبخيص تنظيم المونديال، ثم القول أنه لم نرى شيء مميز. نعم. ثم من الآن القول أنه التنظيم فاشل. يعني لكن السؤال هذا الذي أحيله إلى الأستاذ صالح في الدوحة، كيف واجهت الدوحة هذه الحملات الممنهجة؟ وأقصد من سؤالي الخطوط العامة التي رسمت ملامح السياسة القطرية في التعامل مع هذه الحملات. هو مثل ما قال الأستاذ ماجد، يعني الحملة كان الهدف منها هو إشغالنا بأنه إحنا نتوجه للرد ونشغل الحكومة القطرية في أنه ترد وما شابه ذلك، وتنسى الخطة أو خطة العمل لإظهار المونديال بالشكل الذي يليق بأشقائنا العرب وبدولة قطر. يمكن اليوم أقرأ في واحدة من الصحف البريطانية، المنتخب الإنجليزي اختار مدينة الوكرة، ومدينة الوكرة مدينة بحرية، فعاملين خبر أنه اللاعبين انزعجوا بسبب أصوات الجمال
أنا ما أدري وين جابوا الجمال، وين الجمال موجودين في مدينة الوكرة؟ يعني اللي يعني أنا عشت سبعة شهور في قطر قبل أكثر من 15 عاما، لم أرى جملا واحدا. كم هم محظوظون البريطانيون أستاذ صالح؟ نعم، لذلك أنا مهتم في معرفة الخطوط العامة للسياسة القطرية في وردود فعلها في التعامل مع هذه القضية قبل أن يدركنا الوقت، من فضلك تفضل. نعم، لا يعني قطر حقيقة من البداية حاولت أن هي تستفيد من كل الملاحظات التي قيلت، خصوصا التي يعني فيما يتعلق بحقوق الإنسان الآن مثلا، أو حقوق العمال، أو إجراءات أخرى تم الطلب من دولة قطر في أنه هي حتى دخول المثليين لم تمنع قطر دخولهم، إنما وضع الضوابط، وبالتالي فإن التعامل الآن أصبح بشكل أساسي في أنه إحنا لا نلتفت إلى هذه الحملة لأنه نعرفها. حتى وزيرة الخارجية الألمانية بعد ذلك اعتذرت، وأجت بنفسها إلى دولة قطر تعتذر من القيادة القطرية لأن هي أخطأت. وبالتالي حتى يعني الآن ماكرون اليوم عنده بيان حول دعم قطر، يعني يكفي الدعم العربي اللي هو وسم انا عربي وادعم قطر. طيب، فهذا يرد نعم على كل الحمله هذا نعم استاذ، معذره استاذ صالح، هذا عن الموقف القطري، لكن لو اذنت لي ان ادخر السؤال عن موقف العربي، الى اي مدى والاستاذ علاء الى اي مدى قام العرب بجهد مساند للدوحه في مواجهه هذه الحمله؟ انا اعرف ان الاس سي والمنظمه الاسلاميه اصدرت بيانا وقفت فيه مع قطر بكل قوه، لكن الكتله العربيه 22 منتخبا ضمن الفيفا، هل قدموا جهدا مساندا لقطر؟ من الواضح زي ما حضرتك بتقوله، واشرت حتى في بدايه الحلقه في المقدمه، انه في جهود عربيه الان متضافره من اجل انجاح هذا التنظيم. شفنا انه المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات، ودوله مصر الان بالنسبه لبطاقه هيئه للمشجعين مفتوحه، بتفتح كل هذه البلدان امامهم في محاوله ايضا لدعم قطر. شفنا حديث كبير من جانب حتى حاكم اماره دبي الشيخ محمد بن راشد، وهو بيتكلم النهارده في تصريح له بيقول انه من ضروري انه تتكاتف كل الجهود من اجل انجاح التنظيم المونديالي العالمي، لانه هيكون امام العرب كلهم في الخارج، وهيكون الصوره النمطيه المتخذه عن العرب هتكون من خلال هذا المونديال. شفنا من خلال القمه العربيه اللي عقدت في الجزائر البيان الداعم للدوله القطريه، وحتى شفنا الدوله الجزائريه وتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون اللي كان بيحيي فيها الدوله القطريه وبيتكلم عن انه الجزائر تقف خلف قطر من اجل تنظيم هذا الحدث على افضل ما يرام. إذن من ناحية رسمية هناك تصريحات قوية بتدعم قطر، هناك أفعال. من الناحية الشعبوية، وهذا ربما من منجزات النهائيات، أنها أوجدت نوعا من التكتل العربي في مواجهة هذه الحملة، وهذا منجز للمونديال. طبعا منجز، وحتى الكل النهاردة بيتكلم عن أنه قطر بتدعو للإسلام، عن أنه وزارة الأوقاف الإسلامية القطرية عاملة جناح عشان خاطر تعرف السياح القادمين اللي من المنتظر أنهم هيكونوا أكثر من مليون سائح بالإسلام، عاملين باركود خلف كل باب من أبواب الغرف الفندقية من أجل التعريف بالإسلام باللغات الأجنبية، وضعين أحاديث نبوية على جدران الدوحة وغيرها من المدن من أجل التعريف بالإسلام. أعتقد بأنه كل هذه الأمور بتدلل على أنه قطر عاوزة تظهر الهوية الإسلامية وتستغل هذا الحدث أفضل استغلال. طيب، من أجل دعوة للإسلام ومن أجل إظهار الصورة الحقيقية للعرب. طيب أستاذ ماجد، حقيقة البنية التحتية التي جهزتها قطر لهذه البطولة، وأنت يعني من خير من يعرف هذا الأمر، مذهلة، لكن ذلك هذا الذهول يعني أو الإذهال لم يكن كافيا لإسقاط أصوات بعض الأوروبيين. هل اشتغلت قطر بموازاة البنية التحتية على خطوط أخرى موازية دبلوماسية أو إعلامية أو كليهما مجتمعتين؟ في الموضوع العربي يعني، بعيدا عن المجاملة، حتى لا يفوتنا، لا حتى لا يفوتنا، هذا موضوع مهم. العرب تخلوا عن قطر حتى فترة شهور قليل، كان يجب أن يكون يعني في ظل الحملة ضد تنظيم قطر للمونديال، كان هنا الحملة العنصرية الأوروبية، لم يكن هناك أي صوت عربي، والجامعة العربية بيانها متأخر، لكن الدعم لقطر هو شعبي، وهو ظهر الوضع في العالم العربي اللي يجب أن نرى على حقيقته دون تجميل. في العالم العربي هناك انفصام
بين الأنظمة الموجودة بالجامعة، نحن مع الجامعة، الجامعة هي بيتنا، مثل ما احنا نختلف مع أي دولة عربية لا نختلف مع الوطن، نختلف مع النظام. أنا شخصيا منظمة التحرير هي الوطن المعنوي والفلسطينيين، لكن أنا نختلف مع اللجنة المنظومة التي تديرها. نعم. في العالم العربي قصة مونديال قطر وقضايا كثيرة أظهرت الانفصام بين الطبقة الحاكمة في العالم العربي والناس، الناس مع قطر، لكن المنظومة العربية الرسمية كانت طوال الوقت هي في أحسن الأحوال صامتة، في أسوأها متواطئة، والدعم الكبير البلاغي كان في وقت متأخر. يعني عودة على سؤالك، كان يجب أن يكون هناك عمل عربي كبير وهذا مع قطر. وهذا الدعم البلاغي برأيك غير ذي قيمة؟ يعني لا بأس به، لكن أجا تعرف أن يأتي الشيء متأخرا عموما. لكن هي الحملة، عفوا أستاذ مجد، الحملة الأوروبية تأخرت كثيرا فجاء معها. لا لم تتأخر، كانت طوال الوقت البيانات والإعلامات والحملة ضد قطر كانت موجودة. يعني أن يأتي الشيء متأخرا متباعدة. أفضل من أن لا يأتي، ولكن هذا شيء أقل من اللازم ومتأخر أكثر من اللازم. طوال الوقت كانت قطر وحدها، وقطر واجهت بشكل مهني. يعني مثلا أنه تم الحديث عن وفاة 6500 من عمال المونديال، هذا مش صحيح. تم الحديث أن 6500 هاي وفيات ضمن قطاعات كلها، مش بس قطاعات المونديال ولا العمال، هاي وفيات حصلت في قطر من ضمن ملايين خلال فترة طويلة لم تتعلق بالمونديال. أليس لافتا يعني إظهار عشرات الاتهامات من قبل الأوروبيين من دون أن يثبت اتهام واحد؟ طبعا حتى أليس لافتا يعني هذا؟ نحن فخورين كمان بالتنظيم الرائع، لكن حتى الكلام اللي قيل عن 220 مليار دولار أنها صرفت على المونديال، هذا يعني مش دقيق. 220 مليار صرفت جزء منها على المونديال، لكن الأساس على رؤية قطر، ورؤية قطر اللي كانت تم إعلانها من 2008. ولو لم تنل قطر، وهذا أمر حتى لو لم تنل قطر تنظيم المونديال، كانت المشاريع والرؤية ستستمر إلى 2030. يعني ال 220 صرف منهم مبالغ معتبرة، لكن قياسا إلى فرق الأسعار ليس فرق كبير عما صرفته روسيا ولا البرازيل ولا دول أخرى، لكن كان هناك عمل كبير. قطر طوال الوقت كانت تقول أن نحن نلتزم بالمعايير المهنية، المعايير اللي حددتها التلفيف، المعايير الفنية، ثم المعايير الأخلاقية. ومن الناحية الأخلاقية أبسط الإيمان، قطر لم تمنع أحد كما قال العزيز صالح من الدخول، لكن الأمر المهم أنه نحن نحترم القوانين في أي دولة نذهب إليها، يجب أن نحترم قوانينها، ومن يأتي إلى قطر يجب أن يحترم القوانين. لكن طوال الوقت قطر، وأنا آسف وحزين، يعني أنا كتبت وتحدثت، لكن قطر كدولة واجهت وحدها منذ 2010 إلى شهور قليلة واجهت وحدها، لم يكن هناك عمل عربي وإسلامي، لأنه في المنظومة العربية الإسلامية هي ضد قطر وضد الناس، لأنه الناس مع قطر. ثم الأمر الآخر، وهذا أمر مهم جدا، طيب قيل إنه الإنجاز لقطر، وقطر متحالفة مع منظومة أو مع دول مثل تركيا أو مع منظومة أحزاب تدعمها، وأن الإنجاز في النهاية لقطر سيكون أيضا لحلفاء وأصدقاء، هذا جزء من الحملة ضد قطر. للأسف قطر واجهت وحدها، لكن واجهت بوجه مؤسساتي، واجهت بشكل علمي، واجهت بشكل مهني، والقول أن هي ملتزمة بما تم التوافق عليه مع الفيفا، هي ملتزمة بأن يكون التنظيم رائع، هي منتظمة أن يخرج المونديال في أفضل صورة، هي لم تمنع أحد من الدخول، لكن هناك قوانين يجب أن نحترمها. والأمر لغاز طبعا، نعم، استغلال قطر، أو ليس استغلال، استفادة من المونديال لكي يعرف العالم حقيقة العرب والمسلمين، هذا يعني ما سنبحث عنه، وهذا أمر مهم جدا لا يجب تجاوزه. نعم. يعني المنافع، جملة المنافع سواء كانت حضارية أو ثقافية أو إعلامية حتى تاريخية، التي يمكن أن يجنيها العرب بمجموعهم، وفي القلب منهم اليوم قطر، ما نبحثه بعد قليل. نستكمل حديثنا هذا بعد فاصل أخير. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم.
أستاذ صالح في قطر، يعني في رصدك للواقع المتولد عن هذه الضيافة، عن هذه البطولة، ضيافة قطر لهذه البطولة بما فيها من حملات دعائية ضد الدولة أو عجلة الاستعداد والعمل الدائر في قطر منذ أكثر من 10 أعوام، في المحصلة كمراقب ومتابع من قلب الحدث، هل يمكن القول إن الدوحة كسبت من هذه البطولة حتى الآن، أم أن المحصلة العامة المادية منها والمعنوية أقرب إلى الخسارة منها إلى المكسب؟ لا، قطر لم تخسر. مثل ما قال الأستاذ ماجد، المبلغ اللي يتحدثون عنه هو ضمن رؤية خطة قطر 2030، وهي خطة موضوعة حتى قبل أن تبدأ تقدم قطر ملفها لتنظيم كأس العالم. كأس العالم ويعني الرؤية ضمن تنظيم كأس العالم، وبالتالي فإن قطر نجحت الآن أولا في عكس الصورة الحضارية عن المواطن العربي، وما بقول قطري، كل المواطنين العرب الآن متواجدين، مواطنين ومقيمين أو زوار من الوطن العربي موجودين في الدوحة ويشاهدون المشجعين سواء الأرجنتيين أو الفرنسيين أو غيرهم، من حتى الألمان اللي وقفوا ضدنا بسبب عدم منحهم الغاز وغيرها من الأمور الأخرى التي كانت يعني وراها هذه الحملة. وبالتالي فإن قطر نجحت قبل أن تبدأ البطولة وحققت مكاسب كثيرة. المبالغ المالية التي يتحدثون عنها هي ستعود فيما يتعلق بالتدوير وإعادة والتنمية البشرية، قطر سعت لذلك. وبالتالي فإن هذا النجاح الكبير الآن ما نراها يعني منذ وصول المنتخبات، وجدنا يعني حتى الإعلام بدأ يرد على تلك الإعلام الغربي المتواجد في قطر، تقريبا 12,000 صحفي وإعلامي بدأوا يردون بنفسهم على تلك الحملة التي طرحت قبل أن يصلوا إلى الدوحة. الصورة النمطية مثل ما قلنا كما جاء في الكاريكاتير الصحيفة الفرنسية وكما جاء في الصحيفة البريطانية أنه الجمال وما شبه ذلك في منطقة الوكرة وغيرها من الأمور الأخرى، سوف يعني يستمرون في هذا الضغط على أنه كيف لدولة عربية إسلامية خليجية صغيرة تنظم كأس العالم. وبالتالي فإن أنا أعتقد يعني هذا النجاح اللي حققته قطر والتي ردت، يعني احنا لو 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 بدأنا منذ البداية ان نشتت عملنا في الردود على تلك الحملات، عملنا بجد، عملنا غيرنا كثير من الأنظمة والبرامج والفعاليات التي تقدم الآن. الآن هناك صورة بصرية عن الوطن العربي سواء كان فيما يتعلق بالأعمال الفنية سواء كان بالأعمال الثقافية اللي تقدم في إطار الفانزون وفي مناطق مختلفة من دولة قطر، كلها حقيقة هي ما قال عنها أمير قطر في افتتاح هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه أستاذ غريب، وهذا سؤال ثاني طبعا حتى أختم معك وأتفرغ للضيفين الكريمين في الاستوديو. حتى يظهر الملمح العربي في البطولة ويغادر الناس قطر بانطباع أن روحا خاصة جديدة سرت في هذه البطولة، روحا عربية معبأة بخصوصية المكان والتاريخ العربي الغني ثقافيا، هل أخذ منظمو البطولة هذا البعد على محمل الاعتبار وماذا أعدوا لهذه الغاية؟ مثل ما قلت لك الآن يعني كان الرد على أرض الواقع، ماذا سنقدم لمن سيأتي من الجماهير التي ستشجع سواء كان منتخباته أو المنتخبات التي أتت من أجلها، يعني دفعت تذكرة من بلدها حتى تأتي إلى قطر لكي تشاهد هذا المنتخب على سبيل المثال. وبالتالي فإن الآن هذه الصورة بدأت تتغير، هذه الصورة بدأت تتضح لهم أنه ما كان يقال أو ما كان ينقل في إعلامهم أو في مجالاتهم مع الأسف أنه يعني لا زالوا مستمرين فيها. وبالتالي فإن هذا العمل الذي تقدمه قطر الآن هو عكس الصورة وتغيير الصورة النمطية عن الإنسان العربي. الآن في سوق واقف أجد يعني مشجعين المنتخبات يرتدون الغترة والعقال أو الشماغ والثوب العربي، وبدأوا يتعرفون سواء كان الأخ علاء عندما تحدث عن الباركود للتعريف بالإسلام، الآن
وزارة الأوقاف لها مراكز كثيرة في الفانزون أو في المواقع التي تواجد فيها الجمهور للتعريف، فيها تقريبا عدد من الدعاة من أجل، لذلك هي تغيير الصورة. وهذا النجاح الذي عملت أو هذا العمل نجح الذي نجح عليه القائمون في لجنة الإرث والمشاريع بأنه يكون هناك الرد على أرض الواقع. وما ستقدمه قطر يوم الأحد القادم إن شاء الله في حفل الافتتاح سيكون مبهرا، وحتى يوم الختام قطر تربح كمان إن شاء الله. حصيلة هذا أستاذ علاء، حصيلة ما نتابعه أن الموضوع تحدثهم عن موضوع نوع من الغيرة، نوع من الروح الاستعلائية التي تميز الغربيين، وموضوع الاقتصاد وموضوع البعد التاريخي في هذا السياق كله، هل يمكن وضع نهائيات كأس العالم اليوم في قطر في سياق مفاصلة صراع حضاري أم في سياق تواصل حضاري مع الغرب؟ هم بيحاولوا يخلوه صراع حضاري من خلال الحملات دي، لدرجة ان هم بيوصلوا يتكلموا انه التبريد اللي هيتعمل في الاستادات، ودي طبعا نقطة يعني تكنولوجية مبهرة ونقلة كبيرة بتقوم بها قطر لما يكون في عملية تبريد داخل الاستادات، بيتكلموا عن انه الامر ده هيؤدي لانبعاثات كربونية هتضر بالبيئة، فاوروبا الصناعية دلوقتي خايفة على البيئة. وطبعا حتى قطر وضحت النقطة دي وقالت ان هم شغالين بالطاقة الشمسية وانه الانبعاثات دي صديقة للبيئة، لكن في النهاية من المفترض أنه الأمر ده يكون تواصل حضاري، والشعوب عارفة كده كويس، الشعوب الأوروبية القادمة اللي مش هتسمع للحملات الإعلامية دي، بنتكلم عن أكتر من 1,000,000 سائح بإذن الرحمن هيزوروا قطر، هيكون ما بينهم تواصل حضاري، هيعرفوا بالفعل الحضارة الإسلامية العربية، وهيعرفوا بالفعل أنه تم تشويه قطر من خلال الحملات الإعلامية دي. كمان إحنا بنتكلم حوالين أنه 40,000,000 قدموا على موقع الفيفا من أجل الحصول على تذاكر المونديال، وبالفعل تم بيع 3,000,000 تذكرة، عدد كبير جدا ومهول. بنتكلم عن انه قطر بعد نهايه البطوله هتدعم الدول الفقيره بافريقيا، وهت يعني هتفكك الكراسي وهترسلها الى هناك، ده بيدل على قد ايه انه قطر حريصه ايضا على الدول الفقيره. باذن الرحمن هيكون تواصل حضاري، لانه في الاصل الكوره بتجمع الشعوب، شفنا قد ايه بلدان ما نعرفش حاجه عنها الا من خلال كره القدم، البرازيل اكثر البلدان حصولا على كاس العالم، كتير جدا يعرفوا البرازيل من خلال كره القدم، وعشان كده حتى الملوك والرؤساء بيحاولوا ان هم يتقربوا لشعوبهم من خلال كرة القدم. اعلان ترويجي للمنتخب البلجيكي، الملك فيليب بيشارك فيه وعامل نفسه ان هو المدير الفني عشان خاطر عارف سر وحب وعشق الجماهير لكرة القدم، وعشان كده بيشعروا بالخطر من تنظيم قطر ونجاحها في هذا المونديال العالمي، وعشان كده الحملات الاعلامية دي متصوبة. اتمنى من قطر ما تشغلش بالها بالحملات الاعلامية دي، اتمنى ان هي تركز في هذه البال، انطلقت البطوله ساعات وتنطلق هذه البطوله، لكن حملاتهم نجحت. احنا حتى الان احنا يوم الاحد نجحت بمعنى احنا عندنا ساعات وهيتعمل ماتش الافتتاح، وكان البعض متشكك يا ترى البطوله هتتلعب ولا مش هتتلعب من كتر الاحاديث والشائعات. لا طبعا. طيب انا اختم معك استاذ ماجد، يعني صحيح ان البطوله في قطر لكنها بلا ادنى شك منطقيا هي بطوله عربيه بامتياز، هنا تبدأ مرحلة الاستثمار الحضاري والاقتصادي والفكري، تحديدا الحضاري والفكري، كيف يمكن أن يعني تستثمر العرب وقطر هذه يعني البطولة؟ أولا كرة القدم كانت دوما أكثر من مجرد لعبة، وهذا مش شعار، فكرة كأس العالم اللي ابتدعها الفرنسي جور ريمي كانت نوع من التماهي مع عصبة الأمم السياسية، يعني كرة القدم يجب أن تعبر عن الميثاق الأولمبي اللي كان يريد التقارب والتلاقي بين الشعوب في ساحات الرياضة والتنافس الشريف، وأنه بما أن كرة القدم الأكثر شعبية يجب أن يكون لها تنافس خارج الأولمبياد، لكن هذه كانت فكرة العالم الأساسية اللي فكر فيها جور ريمي، واللي يعني الكأس كان على اسمه إلى أن احتفظت بها البرازيل عام 70. لكن في صلب السؤال أنه الأهم من قطر، يعني حيجي 1,000,000 أو 2 أو 3، لكن عشرات ومئات الملايين حيشوفوها من خلال عن بعد. الأهم هو التنظيم الرائع، يجب أن يكون أن تكون هناك بطولة رائعة، وأنا واثق قياسا للجهد اللي كان في كثير مقربين وأصدقاء، وعرفت مدى أعرف عن قرب حجم الجهود اللي بذلت، بالتأكيد سيكون هناك تنظيم رائع للمونديال، واللي حيشوف الإضاءة والصوت والأجواء حيبهر ويقول أنه هناك أنه دولة عربية إسلامية نظمت مونديال رائع، وأن الفكرة عن العرب والمسلمين هذه غير صحيحة، قطر دولة عربية إسلامية نظمت مونديال بشكل رائع وأعطت فكرة كاملة عن العرب والمسلمين وعن الثقافة وعن الحضارة العربية، وأنه في النهاية كرة الحملات كلها اللي كانت ضد قطر هي جزء من صدام الحضارات مش من تواصل الحضارات، يعني الترحيب الأساسي القاعدة الأساسية أنه كرة القدم إذا كانت في آسيا بعد انتقلت من أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى آسيا ثم إلى أفريقيا، منطقة أن تكون هناك دولة في دولة عربية إسلامية كما هو منطقة
منطقي إذا سيتم توسيع مجلس الأمن أن يكون هناك صوت عربي وصوت مسلم. التنظيم الرائع هو الأهم، الصورة الأهم اللي يجب أن اللي حيأخذ عشرات ملايين من التنظيم، من النقل التلفزيوني، من أجواء المونديال، لكن الملايين أيضاً اللي هم حيكونوا سفراء، لأن الملايين هو اللي حيروحوا على بلادهم وحيحكوا عن تجاربهم، والبعض منهم يمكن يكتب كتب. طبعاً تعرف في ثورة السوشيال ميديا مش محتاجين حتى يكتبوا كتب، حيكون هناك بث مباشر منهم في السوشيال ميديا لأقاربهم وللعالم كله. قطر قدمت صورة منفتحة وصورة متسامحة، والأهم من ذلك أن صورة مهنية. نحن ننظم مونديال كقطريين كعرب مسلمين، مونديال على أفضل ما يكون من الناحية المهنية ومن الناحية الاحترافية. هذه الفكرة اللي تصل للناس. يعني مهم جدا أن يكون هناك عرض للجانب الثقافي الحضاري التاريخي العربي القطري العربي الإسلامي، لكن لا يقل عن ذلك أهمية التنظيم الرائع للفكرة الأساسية اللي يجب أن يخرج فيها الناس من المونديال، أن هذا التنظيم رائع والدولة العربية الإسلامية تستطيع أن تنظم، حتى على فكرة أفضل من روسيا أفضل من البرازيل. 2014 لتنظيم فيهم لم يكن مبهر. يعني إذن العرب وقوفا ودعما وراء مونديالهم الذي تنظمه قطر 2022. أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيوفي الكرام في الاستوديو الأستاذ علاء الدين شريف الإعلامي الرياضي، وكذلك الأستاذ ماجد عزام الباحث والإعلامي، وكان معنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ صالح غريب الإعلامي القطري. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة. في حراسة الله.